إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. عباد الله، هذه الدنيا لا تخلو من كدر، ولا بد من أن تتعامل مع الناس، فإن تعاملت معهم فلا بد من أن تجد منهم الإساءة، لا بد من أن تجد منهم الأذى. قد يسيئون إليك بالفعل أو بالقول، قد يؤذونك بأي شيء، فماذا أنت فاعل؟ وما هو الهدي الرباني في التعامل مع هذه القضية؟ لقد حذر الإسلام من التعادي والعداوة وما يؤدي إليها، حتى حرم الخمر والميسر، وهما من أعظم أسباب العداوة في المجتمع بين الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فربنا سبحانه وتعالى يحب لنا التآلف والتآخي، وأن يعفو كل منا عن أخيه، ورغب في المحبة بيننا، بل رغب في أسباب تلك المحبة وأوجبها وأمر بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فدلنا على سبب يزيد ما بيننا من المحبة وأمر به، لأنه يحب أن يكون بيننا الود والتآخي، وكم نهى عن التدابر وعن التعادي وعن التحاسد وعن التباغض. والشيطان هو عدونا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فبدلا من أن تجعل من أخيك عدوا لك، وتترك الشيطان الذي أمر الله باتخاذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان هو يحرش بين عباد الله،
الشيطان يحرص على نشر العداوة، فقال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، فهو آيس من هذا الموحد الذي هو على علم من دينه، على علم من عقيدته، على إيمان، فإذا يأس من أن يشرك وأن يعبده فإنه لا ييأس من الاستمرار في التحريش بين أهل الإيمان، لا ينقطع عن ذلك، يستمر. فلا تطع العدو الذي يريد بك أن يدخلك النار، يفسد عليك دنياك وآخرتك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى خلق جميل، والعبد إذا أساء إليه من يسيء مطلوب منه أولا أن لا يرد الإساءة بالإساءة، وإن كان يجوز له أن يأخذ بحقه، لكن أولا أن يكف أذاه عن غيره، وهذا خير من أن يأخذ بحقه. ثانيا أن يعفو عن ذلك الذي أساء، عفوا. ثالثا أن يحسن إليه، هذا خلق عظيم، هذا خلق لولا الإسلام ما سمعت به، لولا أن الله يأمر به وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم تخلق به وأمر به وتخلق وأمر به أهل الإيمان، لا تسمع بهذا الخلق. هذا خلق عالي، أصحابه في الذروة في الأخلاق، فهو لا يعاقب، يعفو ويحسن، أمر عجيب وخلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. الأخلاق ليست مستحيلة، لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يأتي بها، ما أمرنا بها إلا لأنها ممكنة، ولكن ربنا ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكون في الذروة في الأخلاق، أن نكون في الذروة في المكانة وفي المنزلة. فالذي يبحث له عن منزلة، فقبل أن يبحث عن منزلة في الدنيا في منصب قشري ظاهر، فليبحث عن منزلة في الأخلاق العالية، فهذه تورده في الدنيا منزلة في قلوب الناس، وفي الآخرة منزلة عند الله. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعليك ألا تساوي ذلك المسيء في الإساءة، لا تكن مماثلا له، فإذا أنت أسأت صرت مماثلا له، وإذا أساء المسيء أنت تغافل عن هذه الإساءة. وتكلمنا في خطبة كاملة عن التغافل، لأنك إذا وقفت عند هذه الإساءة، والوقوف عند المحطات الرديئة ليست من طباع ذوي الأخلاق العالية، لا تقف عند هذه المحطات الصغيرة، فإذا رأيت من يسيء وأنت تعلم أنه أساء فتخلق بخلق هو التغافل وكأنك ما سمعته. وتصور لو أن إنسانا أساء إليك برهة من الدهر،
تصور، وبعد ذلك وهو لا يستشعر أنك تشعر، يشعر أنك غافل عما أساء، وفي يوم من الأيام جئت وأحسنت إليه، أو صنع صنيعا جيدا فقلت ما أحسن ما صنعت وما أجوده وما أفضله، تقلبه إلى إنسان جيد أنت تؤثر فيه بدل أن يؤثر فيك، وبدل أن يستمر في الإساءة إليك يحسن إليك، وبدل أن يلفت أنظار الناس إلى عيوبك يحجبهم عنك ويدافع عنك. هذه صناعة الأخلاق التي أمر الله بها. خلق هو قربة إلى الله، وخلق هو خلق فعال، فعال يؤثر في الآخرين. لذلك قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا مسيء وهذا محسن كيف يستويان؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع هذه السيئة التي أساء بها إليك بعمل هو أفضل، والتي أحسن هي الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الذي كان يناصبك العداوة، الذي كان يحسدك على ما آتاك الله من الخير، الذي كان يريد أن يبحث عن يعني يضع المجهر، يضع أنواع المناظير، يبحث ينقب يفتش عن عيب فيك، كل يوم يتكلم، فأنت إذا أحسنت إليه وقابلت الإساءة، وقد يحتاج هذا إلى صبر، فإذا قابلت هذه الإساءة بالعفو وبالإحسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة، من الذي يقول هذا؟ الله الذي خلق وركب هذا الإنسان ويعلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وربما كثير منكم جرب هذا وظهر معه بقصد أو بغير قصد، أن أحسن إلى إنسان بمقتضى خلقك أحسنت إليه وهو مسيء فتحول إلى إنسان جيد أنت حولته، خلقك الحسن حوله، غيره وبدله كأنه ولي حميم، حوله ليس إلى إنسان مجنب، إلى إنسان يعني ترك الإساءة، أو إلى إنسان محب، لا، كأنه ولي حميم. لكن ماذا قال الله؟ لم ينقطع الكلام، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانتبه معي أنه أعاد كلمة وما يلقاها، كان يمكن أن يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وذو الحظ العظيم، لا، ففي الأول هي صفة في صاحبها وهي سبب في النتيجة، والثاني هي النتيجة والثمرة، لذلك الصبر وتلك الصفة. فهو ذو حظ عظيم لطول صبره ولثباته على ذلك الخلق، وهو ذو حظ عظيم في الدنيا وفي الآخرة، ذو حظ عظيم في الدنيا لأنه إذا قام بهذا العمل وهو الإحسان إلى من يسيء انقلب الناس إلى خدم عنده، هذا يخدمه وهذا يقدم له وهذا يمشي في حاجته وهذا يتعاطف معه وهذا يذب عنه وهذا يدافع عنه وهذا يقدم له، فيجد مكانة في قلوب الناس، فأنت تجد إنسانا في مكان ما يسيء إلى هذا، يريد أن يسيء إليه والناس ينظرون وذاك ساكت، ثم بعد ذلك بارك الله فيك جزاك الله خيرا، حتى إن بعضهم عندما أسيء إليه وذم قال لصاحبه، قال إن كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فغفر الله لك، إن كنت صادقا أو إن كنت مصيبا فيما تقول فغفر الله لي، إذا كانت هذه إساءة فيه غفر الله لي، وإن كنت مخطئا
فيما تقول فغفر الله لك. فماذا يمنع؟ فينقلب هؤلاء الذين يشاهدون وأنت تشعر ربما بالنقص بسبب الإساءة، ينقلبون جميعا وربما يقبلون رأسك، ربما يقبلون رأسك، يقولون هذا يستحق أن تقبل هذه الرأس الكريمة لأنه هذا يقلب كل الناس معك وليس فقط ذلك الرجل. هذا خلق الله عز وجل ما دعانا إليه هكذا إلا لأنه خلق يرفع من سخيمتنا ويرفع من بمنزلتنا إلى أعلى المنازل، هذا في الدنيا. وكم من الناس من يبحث عن المنازل في الدنيا، هذا من أعظم ما يرفع منازل الناس. فليس الترفع عن الناس وإنما الترفع عن الخلق السيء. الترفع عن الناس ينقصك في قلوب الناس، والترفع عن الأخلاق السيئة يرفعك في قلوب الناس. إذن ليست سهلة إلا على من ملك زمام نفسه وقصرها على هذا الخلق. تحتاج إلى رجال، هذا ليس في الذكور فقط، حتى النساء يوجد فيهن هذا الخير وهو مطلوب، ولكن نحتاج إلى تلك الهمم العالية. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تحتاج، تصور أنك تعمل عملا هو خلق يدخلك الجنة ويرتقي بك في الدرجات. والله تعالى يقول من صفاتهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رأيت هذا الخلق ماذا فعل؟ إذن هو خلق فعال وعظيم وكبير يحتاج إلى كبار. ليس كبارا في السن، فقد يكون كبيرا في السن وقد يكون صغيرا، قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، قد يكون ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كل إنسان يمكن. تصور أن طفلا صغيرا تصرف بهذا التصرف ستراه كبيرا، فكيف بالكبير؟ وإذا كان الصالح يتصرف هذا التصرف مع المسيء فكيف بتصرفه مع من يحسن إليه؟ ميزان الأخلاق في الإسلام ترتقي بالأمم، ولكن مع الأسف الشديد من الناس من لا يملك نفسه، ضعيف، حتى إذا كان ضعيفا فعليه بالدعاء. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الدعاء، ما تستطيع أن تتخلص من غل القلب، استعن على هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فمن الناس من يحمل تصرفات الناس على أسوأ المحامل، وكأن جميع الناس يبحثون عن طريقة لإساءتهم إليه، يمشي في الطريق وكأن كل هؤلاء الناس أعداء، يحمل تصرفاتهم على أسوأ المحامل، يفكر في أن فلانا يريد به السوء، فإذا أساء إليه إنسان تراكمت عنده الأمور فيصعب عليه حينئذ هذا. ولو أنه ابتدأ من البداية صف هذه النفس وأخلاها مما يكدرها وأحسن الظن بالناس وحمل التصرفاتهم على أحسن المحامل، ثم وجد إساءة مؤكدة فهي إساءة وحيدة يمكنه التخلي عنها. إذن مما يقوي
النفس على هذا الخلق إحسان الظن بالناس. مما يقوي النفس على هذا الخلق أن لا يعتقد أن من يسيء إليه يؤدي إلى تحقيره. يعني ليس كل من أساء إليك حقرك، فالناس يسبون أصحاب المنازل العالية، يسبون الصالحين، ربما سبوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء، وربما أساءوا إلى الله بالكلام. فالذي يسيء يسيء إلى نفسه، أما من أسيء إليه بالكلام وأضيف إليه الإساءة فهذا لا يساء إليه في الحقيقة. وليس كل صاحب خلق سيء يستطيع أن ينزل بمراتب الناس إلى الأسفل، لا. فإذا فهمت هذا أيضا علمت أن الذي فعله هذا لا يضرك. كذلك مما يعين على هذا الخلق أن تعلم أن الذل منه ذل حسن، الذل منه ذل حسن. فذل الإنسان مثلا لمن وجب عليه طاعته، ذل الرجل بين يدي والديه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذل المرأة بالطاعة لزوجها ذل حسن، ذل المؤمن بين أيدي المؤمنين ذل حسن. ولذلك قال الله تعالى في مدح أهل الإيمان: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مدح، أنت ممدوح، أنت في منزلة عالية عندما تتعامل معه بهذا الأسلوب. ولذلك تجد أهل الإيمان فيما بينهم يتواطعون، يتنازل أحدهم عن حقه للآخر، يقدم أخاه في الطريق، يرفع له متاعه إذا احتاج، يعينه في حاجته. وهذا ليس ذلا، وإن كان ذلا بالنسبة أو ذلا إضافيا فهو ذل حسن. وما يقول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. فإياك ثم إياك أنك أن تستمر في قضية التعامل بالسيئة مقابل السيئة، وهكذا قد يصير الإنسان إلى الصالحين، الله يدافع عنه. إذا كنت من الصالحين الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم من يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويمكن أن يكون عندك قلب كبير فتقول: يا رب لا تحاربه، يا رب اعفو عنه وأصلحه. لكن المفلس هو الذي كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس في أمتي هو الذي هم من يأتي بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وأكل وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أو من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فينا. هذا مفلس، لأن إنسان ضرب كفا مثلا صفعة، كيف ستعيد الأمر؟ حتى لو صفعته لا تشفي غليلك، مسموح لك أن ترد السيئة بالقدر. هذا نتكلم عن صاحب الخلق الذي ليس عنده السماحة، مسموح. من منا من يرد السيئة بقدرها؟ لا يظلم، صعب. لذلك اختير لك أنك الخلق الأفضل. وإخواني يعني كثرة الأحقاد وكذا، وفلان فعل وفلان يغضب ويحزن ويخاف، ولماذا؟ مباشرة اعفو، امحو ما مضى، وإلا الإنسان يصاب بالسكر ويصاب بالضغط ويصاب بأمراض خطيرة أحيانا بسبب كثرة جمع هذه. كثير من الناس، نتكلم عن هذا النوع من الناس الذي يعني يجمع الأحقاد ويجمع، لماذا؟ وهذا ليس من صفات أهل الإيمان. وأخيرا إخواني، ربنا عز وجل ذكر من صفات المؤمنين ثلاث صفات بالترتيب التي ذكرناها، ورتب عليها عاقبة يحلم بها كل إيمان، كل مؤمن. فقال: والكاظمين الغيظ، لم ينفذ غيظه، والعافين عن الناس، أسقط حقه،
والله يحب المحسنين أي قدم له. يعني هذا أساء إليه فراح قبل رأسه قال له سامحتك، هذا مش معقول؟ لا معقول. فقال الله تعالى في جزاء هؤلاء: أولئك جزاؤهم جنات عدن، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، يعني السيئات التي فعلتها بسببها، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المصابين في كل مكان، اللهم فرج عنهم وكلهم مصيرا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.